يقول: بعض طلاب العلم يوزعون أشرطة لشيخ منهجه غير سليم أو حزبي بحجة أن الموعظة مؤثرة، أي الموعظة التي يوعظ بها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى موعظة وعلى علم فلا مانع من توزيعه. الناس يطلبون العلم ويطلبون الخير، إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى علم وعلى فقه وعلى موعظة وعلى تذكير بالله عز وجل فلا مانع من توزيعه لنشر العلم الفائدة.